أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 16 حالة إضافية من فيروس كورونا COVID-19 لثمانية مواطنين بحرينيين وثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين سعوديين ومصري ومغربية ويوناني، وتم إخراجهم من مراكز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك بحسب الإجمالي للحالات المتعافية إلى 60 حالة حتى الآن في مملكة البحرين. وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ سلامة وصحة الجميع. وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين الاتصال على الرقم 444 أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط لجدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.